من مجرد ساعات قليلة تم الإعلان عن أغرب الفرضيات العلمية لوصف لحظة الانفجار العظيم وبداية الكون، بل والأغرب تماماً هو إنها مبنية ومعتمدة على آخر عمليات الرصد الخاصة بتلسكوب جيمس ويب. لأكثر من 45 ألف مجرة تم رصدهم لأول مرة بعد لحظة البداية بأقل من نص مليار سنة تقريباً، ومن وقتها اتقلب الوسط العلمي 180 درجة. فالفرضية الجديدة بتأكد إن مفهوم وجود العدم قبل لحظة الانفجار العظيم وبداية الكون هو خاطئ تماماً، وإن لحظة الخلق الأولى مش بتمثل الانفجار العظيم إطلاقاً، بل الموضوع أكبر وأقدم من كده بمليارات من السنين، بل وبتأكد وجود كون سابق ومشابه تماماً لنفس الكون اللي بنعيش جواه حالياً، واللي يعتبر أساس تكون المادة وسيطرتها على كل الأجرام الكونية، بل وطغيانها على المادة المظلمة والمادة المضادة بعد مجرد ثواني قليلة من لحظة الانفجار العظيم، اللي زي ما قلنا حالا انه بداية من النهاردة لا يمثل لحظة البداية الكونية. فالفريق العلمي اعلن في الورقة البحثية الجديدة عن ادلة مرعبة وغريبة بتنفي لحظة البداية من الاساس، واللي استمر الايمان بيها في المجتمع العلمي لعشرات من السنين، وبتوضح تفاصيل غريبة ومريبة عن الفرضية الجديدة اللي حرفيا بيتم الاعلان عنها لاول مرة، وكل ده واكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. اهلا بيكم، انا محمود حجاب. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. جاهزين؟ يلا بينا. خلينا متفقين في البداية ان المرجع الاول لكل العلماء المتخصصين في دراسة بداية الكون هي نقطة الانفجار العظيم، لكن بمجرد ما تسأل اي عالم مهما كانت درجته العلمية هيقولك ان ما قبل اللحظة دي مجهول لينا تماما. لكن في الواقع ان كل ده اتغير من النهاردة بأجرأ واخطر الاوراق العلمية اللي ظهرت بشكل مفاجئ وغريب، واللي بدأت باعتراف مؤقت بلحظة الانفجار العظيم وحدوثه بالفعل من 13.8 مليار سنة. لكن انا عايزك تركز معايا في كلمة مؤقت، لانها هتتغير تماما خلال لحظات من دلوقتي. فالكون من وقت البداية بيتمدد بشكل متسارع ومستمر وبسرعات تخطت سرعة الضوء بالفعل، وبالتالي ابتعاد بعض المجرات عنا في اعماق الفضاء ووجودها حاليا على مسافات عملاقة تمنع رصدها باقوى التلسكوبات الفضائية والارضية. الا اننا وبالرغم من كده رصدنا بالفعل بعض المجرات بعد مجرد 400 مليون سنة من لحظة البداية، بل ان الورقة البحثية الجديدة اعلنت عن سر خطير بشكل قد يهدد الفريق العلمي بالكامل واستمرار بحثهم ودعمه في المستقبل، وهو ان بالفعل بيتم اجراء تجارب خطيرة في مصادم الهادرونات العملاق سيرن لمحاكاة لحظة الانفجار العظيم وبداية الكون، وده بالرغم من ان التجارب العلمية في سيرن استمرت سرية لعشرات من السنين، لان بالفعل بيتم استخدام كميات عملاقة من الطاقة الكافية لتدمير جنوب أوروبا في لمح البصر، لأن استخدام التجارب المعتمدة على المادة المضادة أو الأنتي ماتر يعتبر ممنوع في المجتمع العلمي حالياً إلا بشروط قاسية جداً، لأن مجرد 1 على مليون من الجرام من المادة المضادة لو تلامس مع المادة العادية أو الماتر هينتج عنها انفجار مدمر وفناء مساحات قد تمتد لمئات الكيلومترات حوالين مصادم الهادرونات في سيرن. لكن أنا عايزك تنسى كل اللي سمعته دلوقتي، لان اللي هتسمعه حالا هو اغرب الفرضيات العلمية اطلاقا للحظة البداية الكونية. بل خلينا فاجئك واقولك ان علماء كتير بالفعل على مستوى العالم بدأوا في دعم الورقة البحثية الجديدة بكل ما تحويه، لان التصميم محاكاة عكسية بوضع الكون الحالي من عناقيد مجرية بكل ما تحويه من مجرات وانظمة نجمية، والرجوع بالبعد الرابع في المحاكاة او الزمن ل 13.8 مليار سنة انهارت المحاكاة بشكل غريب ومريب، لأن حرفيا النتيجة اللي ظهرت للفريق العلمي هو فشل إتمام المحاكاة لانهيار الواقع تماما، أو بمعنى أدق انعدام العدم. أنا عايزك تتخيل معايا وصف انعدام العدم، أنت متخيل الكلمة أصلا مرعبة إزاي؟ لكن هل تعتقد إن العلماء بالفعل وقفوا لحد هنا وبس في المحاكاة؟ في الواقع لأ،
لأن بالفعل بدأوا في تخطي الخطأ اللي ظهر في النتائج الخاصة بالمحاكاة الجديدة عشان يوصلوا لشيء غريب جدا، وهو إن قبل الانفجار العظيم هو نقطة في أبعاد المكان الثلاثة لا نهائية الصغر، ومستحيل وصفها في بعد الزمان ولا حتى المكان بأبعاده الثلاثة، لأن بمنتهى البساطة وقتها لم يوجد نسيج الزمكان من الأساس. طيب إزاي انفجرت النقطة دي أو حتى تمددت من حجمها اللانهائي الصغر وكتلتها اللانهائية؟ في حين ان قوانين الفيزياء محتاجة الاربع ابعاد عشان يتم تطبيقها او تكون سبب لحدوث الانفجار العظيم من البداية. وفعلا من السؤال ده بدأ الجنون كله من الفريق العلمي في الورقة البحثية الجديدة اللي بيأكد ان قبل الانفجار العظيم حصل الانهيار الكوني العظيم، ويعتبر اثبات مباشر لفرضية البيج باونس اللي بتفترض ان الكون اللي بنعيش جواه حاليا مش هو الاول ولا حيكون اخر كون في الوجود، بل كان في كون سابق للكون الحالي وتمدد لمليارات من السنين لأكبر حجم كان ممكن وقتها. وفي وقت ما أثناء التمدد وصلت قوة تأثير الطاقة المظلمة بين نسيج الزمكان لقوة أعلى من قوة تمدد الكون السابق، وبالفعل بدأ في الانهيار والعودة لنقطة البداية أو سينجيولاريتي من جديد اللي بنسميها حاليا نقطة الانفجار العظيم. وساعتها نتيجة للتقلص المفاجئ اللي ضغط كل المادة في نقطة واحدة انفجرت المادة من جديد وكأنها قطعة من المطاط لتكوين الكون الحالي الجديد، وتكون لحظة البداية وكأنها من نقطة الانفجار العظيم بالفعل بشكل وهمي وغير واقعي اطلاقا. بل وبتأكد الورقة البحثية الجديدة ان الكون الحالي على وشك القيام بنفس الظاهرة من جديد والانهيار على نفسه مرة تانية، وده بعد الوصول لأكبر حجم ممكن حينتج عن التمدد المتسارع والمستمر. لكن التمدد الجديد وفي نفس الوقت حيكون طبقا لقوانين الفيزياء اقل في الحجم من الكون السابق، وحيكون نقطة انفجار عظيم جديدة ووهمية لسكان الكون القادم، وحيتكرر نفس السيناريو بالتمدد والانهيار لعدد مهول من المرات وغير ممكن حسابه حاليا بالرياضيات اللي وصلت لها الحضارة البشرية. إلا ان الكون حيبدأ يفقد الطاقة اللي بتخليه يتمدد ويبدأ من جديد بعد كل انهيار ونهاية، لحد ما يوصل لمرحلة ما تكون فيها الطاقة غير كافية لإنشاء تمدد وانفجار عظيم جديد ويسكن كل شيء بلا حركة. ووقتها يتم الإعلان عن موت ونهاية الكون إلى الأبد، مع العلم إن كلمة إلى الأبد ساعتها هتكون غلط تماما، لأن البعد الرابع أو الزمن حينهار تماما بمجرد انهيار آخر كون قبل لحظة الانهيار العظيم الأخيرة. لكن لو بتتخيل إن الفريق العلمي وقف لحد هنا وبس في الورقة البحثية الجديدة، فحب أطمنك وأقول لك لأ واستعد للأغرب تماما، لأنهم بيعتبروا إن الكون أبدي بلا نهاية. لأن في لحظة وصول الكون الأخير لنقطة السكون بلا طاقة كافية لإنشاء كون من جديد، هتتحول النقطة دي لثقب أسود عملاق بأبعاد مرعبة وغير مدركة، وساعتها يبدأ التمدد المعكوس للداخل من نفس النقطة ويتكون كون جديد من المفترض إنه هيكون أبدي وبلا نهاية. ونتيجة لحجمه المهول هيكون من المستحيل لسكان الكون الأخير بداخل الثقب الأسود إنهم يرصدوا وجودهم بداخل ثقب اسود باي شكل من الاشكال، وحتكون نقطة التفرد او سينجيولاريتي في اعماق الثقب الاسود ظاهرة ليهم وكأنها نقطة انفجار عظيم وهمية، ويستمر الكون على هيئة الثقب الاسود الى الابد. انا عارف انك مستغرب من كل كلمة سمعتها النهاردة، لكن فعلا تعال نفكر برا الصندوق شوية، لان فعلا السؤال عن ما قبل نقطة الانفجار العظيم هو سؤال غريب جدا، لان كونك قلت كلمة قبل فانت بتسأل على زمن، والزمن وقتها من المفروض انه كان غير موجود من الاساس، وبالتالي فالسؤال ملهوش اي معنى اصلا. زي بالظبط لما تسأل على اتجاه الشمال وانت اصلا موجود في نقطة الشمال على كوكب الارض، لان حرفيا وقتها مفيش شمال اكتر من الشمال. لكن الورقة البحثية الجديدة غيرت من كل ده تماما بعدد لا نهائي من لحظات البداية والنهاية لنفس الكون، او تقدر تقول انه عدد قريب من اللانهاية لحد ما تنفذ الطاقة الكافية لبداية الكون الأخير من البداية. لكن بالرغم من غرابة كل كلمة صدرت عن الفريق العلمي، إلا إنهم ختموا الورقة البحثية بشيء غريب ومريب، وهو إن قد يكون الانفجار العظيم ناتج عن تأثير جذبوي
لفقاعة بتمثل كون موازي للكون اللي بنعيش جواه، وده بافتراض وجود عدد لا نهائي من الأكوان على هيئة فقاعات عملاقة في أحد الأبعاد العلوية، واللي بيظهر تأثير تلامسهم أو الجاذبية ما بينهم في إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وده عن طريق رصد انخفاض في درجات الحرارة نتيجة للاختلاف في المحتوى الحراري لكل كون عن التاني. وعايز أقولك إن الأثر ده بالفعل موجود في إشعاع الخلفية الكونية للكون حوالينا، واللي مازال سببه مجهول لحد النهاردة. لكن بغض النظر عن كل ده وبعيدا عن أي فرضية علمية، إيه اللي كان موجود بالفعل قبل لحظة الانفجار العظيم وبداية كل شيء؟ في الواقع ان مفيش اي حد يعرف اجابة السؤال ده اطلاقا بنسبة 100%. طيب هل في امل في المستقبل للوصول لاجابة السؤال الاعظم اللي حير العلماء على مر الزمان؟ الله اعلم. لكن السؤال دلوقتي، يا ترى احنا بنعيش في الكون رقم كام طبقا لنظرية البيج باونس؟ وايه اللي كان موجود قبل لحظة بداية اول الاكوان وقبل اول انفجار عظيم؟ مستني اعرف رأيكم في الكومنتات.